Ramadan is a time for spreading the values of شهر رمضان هو الوقت لنشر قيم التعاطف والحسن المجتمعي والسلام. وبعد المعاناة التي دامت عدة أشهر، إن الفلسطينيين في غزة يحتفلون برمضان في حين أن القذائف تنهمر عليهم وإطلاق النار يدور والمساعدات الإنسانية لا تزال تواجه عقبات بعد عقبات. أكرر مشددا، ليس هناك أي شيء يبرر الهجمات المروعة التي شنتها حماس في 7 أكتوبر، وليس هناك أي مبرر للعقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني. وفي شهر رمضان هذا أتيت إلى معبر رفح لأسلط الضوء على المعاناة والصعوبات التي يواجهها الأشخاص في غزة. هناك خط طويل من الشاحنات التي لا تزال تنتظر على هذا المعبر، في حين أن هناك أشخاص على الجهة الثانية من المعبر يواجهون المجاعة. الآن أكثر من أي وقت مضى، حان الوقت لوقف إطلاق النار الإنساني، ولقد حان الوقت لإسكات الأسلحة. وأود من الفلسطينيين في غزة أن يعلموا أنهم ليسوا لوحدهم. الأشخاص حول العالم يشعرون بالغضب إزاء هذه المعاناة، وأنا أحمل أصوات أغلبية الأشخاص حول العالم.